بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي، ان شاء الله النهارده هنتكلم عن درس جديد من دروس الجغرافيا بيتكلم عن دوله نيجيريا بالتحديه. اول حاجه عاوز اعرفها عن نيجيريا، نيجيريا استقلت عن الاحتلال البريطاني، يعني بريطانيا كانت محتله نيجيريا. دلوقتي نيجيريا بتضم 12 ولايه، الولايات ال 12 دول اتحدوا مع بعض وعملوا دوله موحده، فعشان كده سميت نيجيريا بجمهوريه نيجيريا الاتحاديه. اول حاجه عاوز اعرفها عن نيجيريا الموقع الفلكي. قلنا نيجيريا تمتد بين دائرتي عرض من 4 ل 14 شمال، تمتد بين خطي طول 2.5 الى 14.5 شرق. ده بالنسبه للموقع الفلكي، اللي هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. تاني حاجه عاوز اعرفها عن نيجيريا الموقع الجغرافي. اول حاجه يحد نيجيريا من جهه الشمال دوله النيجر، من جهه الجنوب خليج غينيا والمحيط الاطلنطي، من جهه الشرق دوله تشاد ودوله الكاميرون، يبقى من الشرق دولتين تشاد والكاميرون، من جهه الغرب دوله بنين. نعيدهم تاني، من الشمال دوله النيجر، من الشرق تشاد والكاميرون، من الجنوب خليج غينيا والمحيط الاطلنطي، من جهه الغرب دوله بنين. ده الموقع الجغرافي. تالت حاجه عاوز اعرفها عن نيجيريا مساحتها. قلنا مساحتها 924,000 كيلو متر مربع. تالت حاجه عاوز اعرفها عن نيجيريا التضاريس بتاعت نيجيريا. قلنا تضاريس نيجيريا مقسمه الى اربع حاجات. اول حاجه عندي سهول ساحليه، قلنا السهول الساحليه هي السهول الممتده حول البحار او حول المحيطات. سهول ساحليه فين في نيجيريا؟ السهول المطله على خليج غينيا. سهول فيضيه وتعرف باسم السهول الشماليه، وهي التي يجري فيها نهر النيجر. ده بالنسبه للسهول الفيضيه. بالنسبه للهضاب عندي هضبه اسمها هضبه جوس، وهي تقع وسط السهول الشماليه. رابع حاجه عندي التلال، قلنا هي عباره عن ارض مرتفعه بتلي السهول الساحليه وبيزيد ارتفاعها في الشمال الغربي لدوله نيجيريا. عاوز اشوف بعد كده المناخ في دوله نيجيريا. قلنا المناخ تقع معظم نيجيريا في المناخ المداري الحار، والمناخ المداري ده بيتميز بيكون حرارة مرتفعة في فصل الصيف وأمطاره في فصل الصيف. إيه كمان؟ أما الأطراف الجنوبية من دولة نيجيريا تقع ضمن المناخ الاستوائي اللي بيتميز بالحرارة المرتفعة والأمطار طوال العام. يبقى إذا نيجيريا فيها مناخين، معظم نيجيريا تقع ضمن المناخ المداري، أما الأطراف الجنوبية من نيجيريا تقع ضمن المناخ الاستوائي. عاوز اشوف بعد كده النبات الطبيعي اللي موجود في نيجيريا. قلنا نيجيريا فيها نوعين من الغابات، فيها الغابات الاستوائيه وفيها الغابات المداريه. قلنا الغابات الاستوائيه بتكون موجوده في الاقليم الاستوائي اللي هو موجود في الجنوب، اما الغابات المداريه بتكون موجوده فوق. ايه كمان من النبات الطبيعي؟ فيها الحشائش السافانا. يبقى قلنا نيجيريا فيها ثلاث انواع من النبات الطبيعي، فيها اثنين غابات، غابات مداريه وغابات استوائيه، وكمان فيها حشائش السافانا. ده بالنسبه للنبات الطبيعي اللي موجود في نيجيريا. عاوز اعرف بعد كده السكان. قلنا نيجيريا سكانها بلغ نحو 178 مليون نسمه. طبعا ده اخر احصائيه اللي هي سنه 2014، وبكده نيجيريا تعتبر اكبر دوله في قاره افريقيا من حيث السكان. السكان في نيجيريا بتركزوا فين؟ السكان في نيجيريا بتركزوا في ثلاث اماكن رئيسيه، هي في الغرب والسهول الشماليه وهضبه جوس. يبقى السكان في نيجيريا بتركزوا في ثلاث اماكن، في غرب نيجيريا وفي السهول الشماليه وفي هضبه جوس. السكان في نيجيريا بيقلوا فين؟ السكان في نيجيريا بيقلوا في الجنوب او في دلتا نهر النيجر. ليه؟ قلنا بسبب وجود الغابات الكثيفه اللي هي الغابات الاستوائيه والظروف المناخيه القاسيه. يبقى اقول لك بمتفسر، يقول السكان في جنوب نيجيريا او يقول السكان في دلتا نهر النيجر، هتقول بسبب حاجتين. اول حاجه وجود الغابات الكثيفه والظروف المناخيه القاسيه.
عندي بعد كده عاوز اعرف ايه هي اهم الانشطه والموارد الاقتصاديه الموجوده في نيجيريا. قلنا اقتصاد نيجيريا اقتصاد نامي، يعني اقتصاد غير متقدم، بيعتمد في المقام الاول على الزراعه. يبقى اذا الاقتصاد في نيجيريا غير متقدم، اقتصاد نامي وبيعتمد على الزراعه في المقام الاول. اول حاجه بيمارسها السكان في نيجيريا وهو النشاط الزراعي. قلنا اكتر من نص مساحه نيجيريا صالح للزراعه، بس المزروع بس او المستغل بس 15% من مساحه نيجيريا او من مساحه الاراضي الصالحه للزراعه. قلنا يعتبر اكبر الاماكن اللي فيها زراعه في نيجيريا الاقليم الغربي. طب ايه هي اهم المحاصيل اللي نيجيريا بتزرعها؟ المحاصيل في نيجيريا قسمتها لقسمين حسب المكان اللي موجود فيه الزراعه. عندي في جنوب نيجيريا بنزرع حاجتين، اولهم المطاط. قلنا يعتبر المطاط وتعتبر نيجيريا اولى دول افريقيا انتاجا للمطاط. تاني حاجه نيجيريا بتزرعها في جهه الجنوب عندي الرز، ونيجيريا هي تاني دوله في قاره افريقيا انتاجا للرز بعد مصر. ايه كمان اللي بنزرع في نيجيريا؟ عندي في وسط نيجيريا وشمال نيجيريا بتزرع مجموعه من المحاصيل اهمها الذره الشاميه والذره الرفيعه والكاكاو والفول السوداني ونخيل الزيت. ده بالنسبه لاول نشاط اللي هو الزراعه. تاني نشاط قطع الاشجار. قلنا تغطي الغابات نحو ثلث مساحه نيجيريا، والغابات مصدر مهم في نيجيريا ان هي تستخدم في الاخشاب. ثالث نشاط بيعمل به السكان في نيجيريا الرعي والانتاج الحيواني او تربيه الحيوان. توجد في نيجيريا مجموعه من الحيوانات اهمها الابقار والاغنام والماعز. ليه متوفر فيها الحيوانات دي؟ قلنا بسبب وجود المراعي وحشائش السفن. عندي بعد كده صيد الاسماك. قلنا نيجيريا بتدي كميه كبيره من الاسماك بسبب اول حاجه طول سواحلها على خليج غينيا، ايه كمان وجود انهار وبحيرات داخليه، والسؤال ده مهم. عندي بعد كده نشاط التعدين. قلنا التعدين هي عمليه استخراج المعادن ومصادر الطاقه من باطن الارض او بالقرب من سطح الارض. نيجيريا بتنتج مجموعه من المعادن ومصادر الطاقه اهمها القصدير، بنطلعه من هضبه جوس. تاني حاجه عندي الفحم، بنطلعه من المنطقه الشرقيه. تالت حاجه نيجيريا بتطلعها البترول. قلنا نيجيريا بتنتج حوالي 3% من الانتاج العالمي من البترول، طبعا ده رقم كبير بالنسبه ان هي 3% من الانتاج العالمي. بنطلعه من نيجيريا؟ قال لي من الساحل في الجنوب الشرقي. اخر نشاط في نيجيريا الصناعه. قلنا الصناعه في نيجيريا صناعه ليست متقدمه وليست متطوره وليست متنوعه. اهم الصناعات في نيجيريا صناعه الغزل والنسيج والصناعات الكيماويه وصناعه تكرير البترول وبعض الصناعات الغذائيه. نشوف بقى اهم المدن في نيجيريا. اول مدينه مدينه ابوجا، اللي هي العاصمه الحاليه لنيجيريا. ايه كمان؟ قال لي هي مدينه داخليه يعني موجوده جوه نيجيريا. تاني مدينه مدينه لاجوس، قال لي هي العاصمه القديمه لنيجيريا. ايه كمان؟ تعتبر العاصمه الاقتصاديه لنيجيريا. ايه كمان؟ من اكبر المدن اللي فيها كثافه سكانيه. تالت مدينه مدينه ابيدان، قال لي تاتي في المركز الثاني في الاهميه بعد مدينه لاجوس، وتعتبر مركز للتجاره والتعليم والمواصلات. ده اهم المدن الموجوده في نيجيريا. اخر حاجه بقى عاوز اشوف بقى العلاقات بين مصر وبين نيجيريا. العلاقات بتنقسم لقسمين، في حاجات مصر بتصدرها لنيجيريا وفي حاجات مصر بتستوردها من نيجيريا. ايه هي اهم الحاجات اللي مصر بتصدرها لنيجيريا؟ اول حاجه عندي الاسمده والاسلاك النحاسيه والمحولات الكهربائيه والمعدات التقيله والاطارات ومواسير الالمنيوم. ايه الحاجات اللي مصر بتستوردها من نيجيريا؟ ايه الحاجات اللي مصر بتجيبها من نيجيريا؟ قلنا السلع الزراعيه واهمها الحبوب الزيتيه. واحنا كده نكون خلصنا دوله نيجيريا، والواجب ان شاء الله صفحه 42 و46 في الشيء. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.